حضراتكم تقرير الزميل أنس النمر، ونعود لمواصلة رحلتنا في شارع الصحافة. قالت الدكتورة راديا شات وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية يرافقهم وفد الأمم المتحدة جولتهم بأسوان بتفقد نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر بمدرسة الرغامة بلد، وهي إحدى مدارس التعليم المجتمعي والتي تأتي ضمن العديد من مدارس التعليم المجتمعي التي نفذت بالتعاون بين مصر وصندوق الأغذية العالمي. وقد تفقدت الوزيرة ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة المدرسة والتقوا بالتلاميذ والميسرات ومسؤولي التعليم بأسوان. كما تفقدت الوزيرة بعض المشغولات اليدوية والملابس الجاهزة لسيدات القرية. وشملت جولة الوزيرة ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة تفقد الحقول الإرشادية لزراعة قصب السكر باستخدام أساليب الري الحديثة التي تتوافق مع توجهات الدولة. كما تفقدت الوزيرة ومرافقوها زراعات القمح والتي تأتي ضمن مبادرات الحيازات الزراعية. وتفقدت الوزيرة ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة وحدة الرعاية الصحية بالبيارة بمدينة كومومبو ومشروعات مركز شباب مدينة كومومبو، والتي تتضمن ورش تفاعلية ورياضية وجلسات أفلام ومعسكرات تدريبية للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية. وخلال جولتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اعتزاز مصر بكافة شركاء التنمية، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة هي شراكة تاريخية وثيقة وممتدة لعقود من الزمن وتشمل العديد من القطاعات التنموية. سعداء النهاردة بزيارتنا لمحافظة أسوان، يمكن ده في إطار أسبوع الأمم المتحدة. أسبوع الأمم المتحدة هو أسبوع ممتد، زرنا في محافظة المنيا، محافظة إسكندرية، النهاردة احنا في محافظة أسوان، والفكرة كلها أنه نلقي الضوء على مشروعات تنموية قمنا بيها تحت الاستراتيجية الماضية، الاستراتيجية اللي بتحكم العمل ما بيننا وبين منظمات الأمم المتحدة. ومعايا زميلتي الممثل المقيم للأمم المتحدة هنا في القاهرة، مع بعض نسقنا من خلال الوزارات المختلفة الاستراتيجية الجديدة اللي هي من 2023 ل 2027. واحتفاء بهذه الاستراتيجية قلنا أهم حاجة أن احنا نشوف مشروعات مختلفة، مشروعات لها علاقة بالعنصر البشري، مشروعات لها علاقة بالزراعة، مشروعات لها علاقة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات. النهاردة احنا في أسوان شفنا زي ما سيادة المحافظ أشار مدرسة مجتمعية، شفنا النهاردة مع منظمة الأغذية العالمية، وهي منظمة مهمة جدا بتعمل شغل في محافظات عديدة في مصر، قرى مختلفة في مصر، وده تحت أيضا وبيخدم المشروع الأكبر هو مشروع حياة كريمة. شفنا أيضا السيدات المستفيدات، فالحقيقة يعني عمل مهم جدا كله بيبقى من خلال رؤية للدولة المصرية، صياغة مع منظمات الأمم المتحدة، وتمويل من خلال منح مع شركاء مصر من الدول الصديقة. ودي نقطة مهمة جدا إنه العمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وهي مظلة متعددة الأطراف، ولكن التمويل بيبقى من خلال العلاقات الثنائية اللي بتميز مصر مع دول عديدة. سعداء بده، وعندنا مشروعات لسه بنزورها في أسوان إن شاء الله، متحف النوبة مع اليونسكو وغيرها من المشروعات الهامة. وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن أسوان تفتح ذراعيها لمزيد من المشروعات الداعمة للتنمية في كافة القطاعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة لهم، والتي تتواكب مع توجهات الدولة المصرية ومبادرة حياة كريمة. طبعا بداية أنا برحب بمعالي الوزيرة دكتورة رانيا المشاط ووفد الأمم المتحدة، سعيد جدا بوجودهم داخل محافظة أسوان. عايز أقول اللي بيحصل على أرض مصر عموما شرف كبير لينا. حياة كريمة عملت كثير داخل الدولة المصرية وخصوصا داخل محافظة أسوان. احنا عندنا 39 قرية رئيسية و102 قرية فرعية و380 ناجع. فعايز أقول اللي بيحصل حاليا الكثير والكثير، أما ما يتم الآن على أرض أسوان في وجود دكتورة رانيا، أنا بقول لحضرتك أنا طبعا بشكر حضرتك وبشكر الوفد المرافق لحضرتك. احنا النهاردة كنا في مدرسة الرغامة وشفنا يعني ما يتم على أرض الواقع فيما يخص التعليم المجتمعي. وفي نفس الوقت عايز أقول كلمة، إن الكلام لما بيطلع من
قلب ووجدان الطالب والطالبة اللي كان المفروض ان فاتهم التعليم ويرجعوا تاني ويستعيدوا مكانتهم في الحياة ويتعلموا ويجدوا التعليم، ومنهم من يبقى دكتور ومهندس ومنهم من دخل كلية العلاج الطبيعي، شيء عظيم جدا بيتم. احنا عندنا 39 مدرسة موجودة داخل أسوان، شيء مشرف، أكثر من 1000 طالب استفادوا من هذه التجربة وما زالت ناجحة ومستمرة. أما النهاردة احنا موجودين حاليا دلوقتي بنشوف تجربة ثانية في نهل الأمم المتحدة متنوعة، ويمكن ما يتم الآن كافة المكاتب الموجودة داخل مصر سواء من اليونسكو أو المكتب الغذاء العالمي وهكذا. Really proud of the projects that we saw today on the ground in the field. وأكدت إلينا بالوف المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لأنها سعيدة بالشراكة مع محافظة أسوان والتي تعتبر شريك أساسي، وقالت أن هناك العديد من الشراكات مع محافظة أسوان، وأكدت أنها فخورة بالمشروعات التي تم مشاهدتها على الأرض. وأكد برافين أجروال مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر أن برنامج الغذاء العالمي يعتبر وزارة الزراعة والمحافظة ووزارة التعاون الدولي شركاء مهمين، وهم يهتمون ويطرحون قضية الأمن الغذائي، وهو الذي نريد تقديمه للناس عن طريق العديد من الفرص لتعظيم رأس المال البشري بالتزامن مع أهداف مصر نحو حياة كريمة. تابع لكم جولة وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسوان ووفد الأمم المتحدة بكومومبو، أنس النمر للقناة 8.